ممكن يكون هو خرج من حاجه معينه كلمه معينه يوركك حد شايف لحد نصيحه لما يكون صاحب مصلحه. بس انا ادبت مصلحتي عن غيرها. انا والدي ووالدتي جابوني من الدنيا بحاجتين. فانا الواجهه دي وانجح. هو انت مش حاجه برضه تاني لو لقينا حاجه في الشارع شكلها غريب او في المدرسه نبلغ الناظر ونبعد عنها. لا ندور نمد ايدنا فيها ولا نشوفها ولا حب الاستطلاع. ان احنا نشوف الحاجه دي ايه دي اخطر حاجه دي.